بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا مشاهدي برنامج ستات دوت كوم على قناة الصحة والجمال. أهلا وسهلا بحضراتكم. كان لازم عشان أبدأ الكلام أبدأه بخير الأنام، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان رسول صلى الله عليه وسلم سهل الخلق، لين، ليس بفظ ولا غليظ، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان أكثر الناس حلما وأكثرهم تواضعا وأكثر الناس تبسما، يحب الفال ويكره التشاؤم. وعشان كده أنا بقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يعود علينا جميعا الأيام بخير وصحة وسعادة ويرفع عنا البلاء، اللهم أمين. كان لازم طبعا الاول اقول كل سنه وانتم طيبين، مش بس عشان النهارده شم النسيم، ده كمان امبارح كان عيد القيامه المجيد، فبنقول كل اخواننا واخواتنا المسيحيين كل سنه هم طيبين. احنا يعني اعياد كتيره متواليه يعني بنحاول نحتفل بيها، شم النسيم، عيد القيامه، احنا في شهر شعبان، رمضان جاي، فربنا يجعل أعيادنا وأعيادكم جميعا كلها سعادة وخير وحب وأمل يا رب. معانا ضيوف جمال النهاردة، ستات جميلة جدا معانا. أستاذة منال سعيد صالح رئيس مجلس إدارة جمعية مستقبلنا حلمنا، أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منال. أهلا بحضرتك، نورتينا النهاردة. كل سنة حضرتك طيبة وحضرتك طيبة بخير والإخوة المسيحيين بخير. كل سنة وحضرتك طيبة. ومعانا أستاذة ميرفت أدري مسؤول لجنة المرأة والأسر المنتجة بجمعية مستقبلنا حلمنا، أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة ميرفت، منورانا النهاردة. ستات دوت كوم ومعايا ستات جميلة، يعني فدي حاجة يعني أنا محظوظة بيها. كل سنة وحضراتكم طيبين طيبين ومصر والمصريين بخير. اللهم امين. طبعا نتكلم عن شم النسيم. بس امبارح كان في عيد القيامه المجيد او عيد الفصح زي ما بيسموه برضو، وكان لازم برضو نقول نبذه كده على السريع عن عيد القيامه. عيد القيامه بيعتقد اخواتنا المسيحيين ان بياتي عيد القيامه يعني بعد قيام السيد المسيح عليه السلام من القبر بعد موته بثلاثة أيام. يعتقد في الديانة المسيحية أن السيد المسيح صلب يوم الجمعة اللي كان سابق ليوم الأحد اللي هو عيد الفصح أو عيد القيامة. طبعا بالعيد دوا بينتهي صيام الصيام الكبير أو صيام الأربعين يوم. فكل سنة وحضراتكم طيبين. نتكلم بقى عن شم النسيم النهارده. شم النسيم، بس احنا نسينا نجيب البيض والحاجات والورد والحاجات كده، بس على ما اعتقد احنا لابسين روز واحمر وحاجات جميله يعني. فقولوا لي بقى بتعملوا ايه في شم النسيم؟ قولي يا استاذ ميرفت. احنا بالنسبه لي لازم برضو نقول نعرف المشاهدين، حضرتك يمكن اول سنه متواجده معانا في مصر. أيوة. استاذ ميرفت اصلا انت على طول كنت قاعده في كندا. لا، الحمد لله في جدة، وبقالي حوالي اكتر من 23 سنة بره مصر، ودي اول مرة من 23 سنة احضر شم النسيم في مصر. بره ما بيحتفلوش بشم النسيم خالص. لا في دول الخليج ولا الدول الاوروبية ما يعرفوش يعني ايه شم النسيم. احنا بس اللي عارفينه. احنا بس اللي عارفينه، لان هو شم النسيم اصلا ده عادة راجعة للفراعنة والقدماء المصريين. لما كان بيحصل فيضان النيل زمان، مرتبط بعروس النيل، كان بيحصل فيضان النيل زمان، ما كانش فيه سد العالي، فكان بيحصل فيضان، فلما الفيضان بيرجع كان بيبقى فيه كميه اسماك رهيبه على الاراضي المصريه. عشان كده كانوا بيعملوا فسيخ بقى. عشان كده ففكروا ازاي الفراعنه يستغلوا الاسماك دي، فقالوا ان احنا نعمل فيها ايه، نخللها ونحفظها على بالملح وتتاكل يعني في تقريبا دي طريقه التحنيط بقى. ايوه اللي احنا بنعمله في الرنجه او الفسيخ ده بنحنط السمك. ده بيبقى قبل شم النسيم بشهرين تقريبا. بيجي بقى شم النسيم بياكلوا السمك اللي هم عملوه حفظوه يعني. فده بمناسبه شم النسيم. هو كمان يعني طيب انا قبل ما اتكلم عن النبذه بتاعه شم النسيم برضو اعرف استاذه منال بتعمل ايه في شم النسيم. لا احنا مصريين بقى وبنحتفل بيه كل سنه بقى، البيض الملون، الرنجه، الفسيخ، البصل الاخضر، الملانة، الترمس. يا استاذه ميرفت بتقول ان هي اول مره السنه دي تحتفل بيه هنا في مصر. ما عشان هي كانت عايشه بره، لكن احنا المصريين انتوا بقى كنتوا بتعملوا ايه؟ لا رنجه وملانة والفسيخ والترمس والبيض الملون والطعميه السخنه والبصل الاخضر. احنا السنه دي بقى احتفلنا احتفال مختلف علشان كورونا، احتفلنا في البيت كده احتفال بسيط بالرنجه مع الاولاد والبيض الملون وقدام التلفزيون،
لا عشان التزامنا بتعليمات الدوله ما خرجناش في الجنيه. انتوا عارفين ان البصل والخس والفسيخ والاكل ده كله والحمص الاخضر، الحاجات دي كلها اكلات مصريه فرعونيه يعني بحته، وكانت فعلا نفس الاكل اللي احنا بناكله في شم نسيم هم اللي كانوا بياكلوه الفراعنه برضه في عيد شم نسيم. هو اسمه شو عندهم؟ هي عاده فرعونيه. هي لا ده انا لما قعدت كده قريت في الموضوع، ففي حاجات نفس اللي احنا بنعمله كان يعني الخروج للحدائق والمنتزهات. أيوة. واكل الفسيخ الحاجات دي كلها كانت بتتعمل، بس هم كان عندهم حاجه كمان كانت ان هم كانوا بيتجمعوا مش بس في الحدائق والمنتزهات، كانوا بيتجمعوا عند الهرم، فبيشوفوا في اليوم ده بالذات لان اليوم ده كان عند الفراعنه اللي هو بيتعاقب في الليل والنهار، يعني الاثنين بيبقوا في مقياس بعض طول الليل قد طول النهار. فكانوا بيتجمعوا عند سفح قمه او يعني بيشوفوا عند الهرم كده، والشمس وهي بتغرب بيشوفوها بتغرب من اعلى قمه الهرم، فالاضاءه بتاعه الشمس من اعلى القمه بتخلي بتنزل على الهرم نفسه كان للناظرين بقى ان هو منشق نصفين، فبيشوفوه كأن الهرم لا هرمين مش هرم واحد. فهم كانوا بيحتفلوا باليوم ده برضو ايه عن طريق ان هم يتجمعوا عند الهرم يحتفلوا مع بعضهم بغروب الشمس. طبعا الخروج للحدائق كانوا دايما بيتجمعوا على شاطئ النيل ومعاهم البصل ومعاهم الخس ومعاهم اللي هو الحمص الاخضر والترمس والحمص الاخضر ده انا مش عارفه اصلا يعني ايه الحمص الاخضر. الملانة لا هم بيقولوا لي الملانة على اساس ان انا عرفت الحمص الاخضر، انا مش عارفه لا الملانة ولا الحمص. هو الملانة هي الحمص الاخضر. جيبوا لي وروا لي. انا معايا مداخله. خالد اتفضل يا استاذ خالد. اهلا بيكم، مساء الخير ومساء الخير على ضيوفك الكرام والمشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم، نورت البرنامج. الله يخليك. قول لنا حضرتك عملتي ايه النهارده في شم نسيم؟ لا طبعا في البيت. وما كانش كل في البيت. كانت رنجة كان لحمة سمك وشويه لحمه بس، يعني مش النهارده او السنه دي احتياطات الكورونا. لا 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 معلش سيبك من كورونا دلوقتي، انا سامعه شويه لحمه. انا كنت معزومه على فكره. احنا معزومين بعد الحلقه عند حضرتك. انا كنت معزومه على فكره معايا. احنا جايين عند حضرتك. كان عندها تصوير بقى. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ خالد. اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. عايز تقول حاجه للاستاذه منال والاستاذه ميرفت؟ كل سنه وانتم طيبين اولا، ويا رب دايما كده شم نسيم يجي على المصريين بخير وسعاده، واحنا في ظل الظروف اللي بيمر بيها العالم دي بس بندعو الناس انها فعلا تفضل في البيت، ونحاول بقى يبقى التباعد الجسدي اللي كل العالم بينادي عليه يمكن ده يحقق تقارب اسري لما نفضل في البيت. وبس ناخد بالنا وان شاء الله ازمه وتعدي، واتمنى من كل الناس اللي كانوا ناويين يعملوا عمرة رمضان واللي كانوا ناويين يحجوا لو نص التكاليف دي طلعوها لجيرانهم او للناس الغير قادرين او العمالة الموسمية اللي في منطقتهم، ده هتبقى رسالة جميلة قوي. واحنا طبعا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبندعو كل المعتمرين اللي ربنا ما رزقهمش الميلاد ان هم يعملوا عمرة او حج ان هم يتبرعوا بفلوس العمرة او الحج. اشكرك جدا يا استاذ خالد وسعدتنا باتصال حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. هو كان بيتكلم عن العمرة والحج ويمكن ده هنتكلم عنه برضو في استقبال رمضان والحاجات دي، بس كنت عايزه اعرف برضو يا استاذه ميرفت في كندا، انت سافرت كندا؟ ما روحتش كندا؟ ابني اللي في ابن حضرتك اللي في كندا. تمام. هنا عندنا احنا المصريين بس اللي بنحتفل بشم نسيم، وهناك يعني هناك ما فيش احتفالات خالص اي مظاهر للعيد؟ لا 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 ما فيش، لان هم ما يعرفوش الحاجات دي خالص، هي اصلا ده تراث فرعوني مش قدماءنا المصريين. طب احنا عندنا حاجات تانية برضو، يعني لما اجي اتكلم مثلا عن فانوس رمضان والحاجات دي برضو في الخليج موجوده ولا لا؟ في الخليج في السنوات الاخيره بدا يبقى فيه ده، ويجيبوا الحاجات ديت عندهم وكل بيت بيعلق الزينه. كان الاول ما فيش، دلوقتي لا حاليا في كل ده موجود في الخليج، بيحتفلوا زينا بالظبط في رمضان بالزينة رمضان. تمام. برضو طب انت لما قضيتي شم النسيم في مصر السنه دي عملتي ايه النهارده؟
ما عملتش حاجه، ده اول جيت هنا. مش ناويه لما تروحي تعملي حاجه؟ لا لا ما جبناش للاسف. لا فسيخ ولا رنجة. اول يوم، اول يوم تقضيه في مصر كمان برضو مش هتحتفل بيه، احتفلت بما يكون. بكره نعمل لها ونجيب لها. قولي لي بقى، تحضيرات شم النسيم عند المصريين، تحضيرات مش الاكل اللي بيبقى موجود قبليها المفروض بيحصل، يعني هو دايما برضو شم النسيم يعني مرتبط بيجي مباشره بعد عيد القيامه على طول. قبليها بثلاث اربع ايام بننزل الاسواق، نجيب الخس والبصل الاخضر والترمس عشان نسلقه ونملحه، نجيب الرنجه ونجهزها، بنجيب الفسيخ، لو هتخللي بقى الملوحه والحاجات دي بتعملها في البيت، والسردين والحاجات دي. ما شاء الله انت بتعملوا الملوحه والفسيخ، الملوحه والسردين في البيت قبلها ب 15 يوم. الله، عمليه بتاع اسمه ايه، برطمان ده ولا ايه؟ لا انا بعملها، بملحها بغسلها واجففها كويس واملاها الملح والشطه واحطها في اكياس بلاستيك واحطها في برطمانات عشان الهواء. لكن بيت شاطره. لكن الفسيخ لازم تجيبي جاهز. الفسيخ بنجيبه جاهز. هو والرنجة بنجيبي جاهز. بس في برضو يعني عارفه كميه الملوحه اللي بتبقى موجوده في الفسيخ كثيره جدا. لا ما انت الليمون والزيوت والكمون والحاجات دي هو صح، اكله مدمره. يعني هقول لكم على حاجه، انا يمكن ما احتفلتش كتير بشم النسيم ده، انا كان ممكن الون البيض كده للولاد في البيت وخلاص، لكن انا عايزه اقول لكم ان الحاجات اللي كنا بنشوفها في الشارع وبسبب كورونا اختفت بجد، انا فرحانه. شوارع فاضيه حتى واحنا خارجين. بنستمتع بالهواء النظيف. هو الهواء نقي يعني، عارفه الهواء ما بقاش ملوث. ايوه والله. يعني كميه التلوث اللي كانت في الجو واختفت. في حاجات ممكن تحصل في البيت، ولكن للاسف احنا مش، طب ما هو ممكن نحتفل بيه اهو، ما احنا بنحتفل بيه في البيت. بصي هو في يعني في خبر جميل قوي هقوله لك. ايوه بس استني ناجل الخبر ده بعد الاتصال اللي معانا، خليه مفاجاه. معنا استاذ وليد، اتفضل يا استاذ وليد. الو، مساء الخير. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيبين جدا. وحضرتك وبصراحه الديكور بتاع البرنامج مبهج كده، وانا من سكان اكتوبر، وحابب اشكر طبعا اسد العمل العام عندنا في مدينه اكتوبر استاذه منال سعيد، وهي اللي عامله الديكور. خلي بالك يا استاذ وليد، وليد هي اللي عامله، والله هي اللي جايبه الحاجات دي، برضو احنا بنشكرها، هي اللي معيشانا جو الف ليله وليله. ايه رايك فيه؟ انا كان نفسي ادخل بمقدمه شهريار دي. ميرسي يا وليد. طبعا انا سعيده جدا بسماع صوتك. ربنا يكرمك. وانت طيب دايما كده منورنا ومشرفنا. كلت فسيخ النهارده؟ نعم. كلت فسيخ وبصل اخضر ولا ما كلتش؟ لا للاسف. انا شم النسيم مش يعني عموما مالكش في الحاجات دي. ماليش في الكلام ده بالدراسه. بيعمل دايت. ما انا برضه. احنا بنحتفل من غير ملوحه. لا من غير ملوحه. ده الاحتفال الصحي. طبعا وليد من اوليد يعني، ده وليد ده انشط الشباب الموجودين في اكتوبر. يا وليد بجد انا بحييك على نشاطك. وزير الشباب بصراحه يعني. شاب جميل وعلى خلق بصراحه. اشكرك يا وليد جدا على اتصالك ونورت البرنامج. معايا نهله من اسكندريه. اتفضلي يا استاذه نهله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. ايوه يا فندم، مع حضرتك. كل سنه وانت طيبه. ايوه يا فندم انا سامعاكي. اسمعيني، بص اسمعيني من التليفون وبلاش التلفزيون. سامعاني؟ انا مش سامعه حضرتك على فكره. الو. احنا سامعينك على فكره. احنا سامعينك. لا. طب ما... طب يا ريت تعاود الاتصال بينا مره ثانيه، طيب عشان واضح ان انت مش سامعانا خالص. اشكرك يا استاذه نهله. طيب معايا رضا، اتفضلي يا استاذه رضا. السلام عليكم يا استاذ. استاذ رضا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليك، كل سنه وانت طيبين. وحضرتك طيب وبخير. عملت ايه النهارده؟ الله يخليك. انا كنت عايز بس اتفضل اسال سؤال. اتفضل. عن الفيسبوك واللي بيحصل فيه. الصفحه بتاعتي مسروقه. طيب. وعليها ناس ايه، وحاطين عليها بنات. اشكرك يا استاذ رضا على اتصالك. اشكرك على اتصالك. احنا للاسف احنا بنتكلم عن شم النسيم والقاعد ما بتكلمش على موقع التواصل الاجتماعي. احنا كمان ما عندناش خبراء يعني سرقه صفحات عشان يقولوا له لحضرتك هتعمل ايه. طيب نكمل كلامنا عن شم النسيم ولا ندخل في حاجه بعدين؟ لو عند الخبر قولي.
الخبر اللي اه صح، انت كنت بتقولي لنا على خبر شم النسيم هنحتفل بيه ده السنه دي، ده هنحتفل بيه بقى بعد كام سنه، لان السنه الجايه هيبقى في رمضان باذن الله اذا كان لنا عمر يعني ونفدنا من كورونا ان شاء الله. لا ان شاء الله مطول معانا واضح لرمضان، بس ان شاء الله السنه اللي جايه هيجي رمضان مش هيبقى في، هيبقى في رمضان. رمضان باذن الله. فما فيش بقى الخبر ده فعلا مفاجاه، فما فيش لا فسيخ ولا رنجه. لا بس على فكره احنا كمصريين ما بيهمناش، مش هنجيب على الفطار فسيخ برضو؟ ايوه والله. بس لا, لا انا عارفه يعني في حاجه عجباني قوي اللي كنا بنتكلم فيها قبل الاتصالات، اللي هو احنا ما احنا ممكن نقعد في العيله، ما احنا بنقعد اهو مع العيله ونحتفل، ما احنا بنلون البيض مع الولاد وبنجيب الفسيخ ولا الرنجه وناكلها مع الولاد والبصل. ايه المشكله؟ ليه اطلع اوسخ الجناين والحاجات؟ لا يا فكرة الكم الحشد بيبقى فعلا رهيب كبير جدا. هي فكره الجناين ان انت بتجمعي العيله كلها، بالنسبه للاماكن البيوت بتبقى ضيقه. فكره الجنة انت بتجمعي العيله كلها 50 100 فرد، بتلعبوا كوره، بيقضوا اليوم مع بعض، بيجروا مع بعض. ما بقاش دلوقتي، لا ما بقاش عوائل كده بيخرجوا مع بعض. لا ما هم كلهم ساكن يعني، كل مثلا اللي ساكن في جنب بعض، سواء في اكتوبر ساكنين جنب بعض بيلموا بعض، في الجيزه مثلا جنب بعض بيلموا بعض. في يعني ميزه للحدائق ان هي بتجمع العيله كلها، لكن طبعا احنا التزمنا بتعليمات الدوله، طبعا احنا ما نقدرش نخالفها طبعاً، واحتفلنا لازم. في والله انا نفسي كل شم نسيم يعملوا لنا حظر كل كده، ده بجد يعني حاجه جميله جدا. انا معايا اتصال استاذ جمال، اتفضل يا استاذ جمال. استاذ جمال اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ طيبين جميعا. وحضرتك طيب وبخير يا فندم. اخباركم ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ عملت ايه النهارده في شم النسيم؟ يعني هقول لكم منظر رائع جدا، الديكور دوت المنظر ده جميل بصراحه. شغل لجنه المرأه، شغل لجنه المرأه، شغل مسؤول رئيس الجمعيه ومسؤول لجنه المرأه. الستات والاستاذ رامي معايا هنا، يعني ده مشترك معايا في التصميمات اللي هو عاملها ديت وفانوس رمضان. وعاوز برضه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين برضه. يا ريت يا ريت ان شاء الله. اتفضل استاذ رامي، مستأذنكم نتكلم مع حضرتك استاذ رامي معايا. ماشي اتفضل. ارحم حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فندم؟ وحضرتك طيب وبخير. ايه انت واستاذ جمال قاعدين مع بعض النهارده بتشموا نسيم في البيت ولا بتعملوا ايه؟ المنظر الصراحه تحفه، عشان كده اتكلمنا وقلنا الشغل المنظر ده والله كله بيتكلم. انا كده هنسيبها نسيم ونطفي ان شاء الله معاكم. تسلم ايديك يا فنان، ما انت المبدع يعني. ربنا يبارك فيك يا استاذ رامي. استاذ رامي ربنا يدينا ايام جميله ان شاء الله معاك. مسؤول التدريب في المشغل وشغل الخيال. لا الشغل فعلا جميل قوي، والشغل التركي بجد. تسلم ايديكم كلكم، تسلم ايد اللي عمل الحاجات دي. هو عامل استعداد، كان عمل شغل اكتر من كده. واحنا يعني عارفين ان استاذ رامي ليه يعني باع طويل في العمل بتاع التدريب والحاجات دي. اشكرك يا استاذ رامي واشكرك يا استاذ جمال، اسعدتونا باتصالكم. معايا اتصال تاني يا استاذ خالد، اتفضل يا استاذ خالد. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. والله اولا يا فندم انا احب اوجه رساله لاقباط مصر، اخواتنا وشركائنا في الوطن. اكيد كل سنه وهم طيبين. كل سنه وهم طيبين. واحب برضو اوجه رساله للمسلمين اخواتنا وحبايبنا واهلنا، كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان. وحضرتك طيب ده اكيد برضو. وحضرتك والاستاذه منال بخير وبصحه وسلامه واسره البرنامج جميعا يعني. وحضرتك بخير. اشكرك كل سنه وحضرتك طيب، وبجد اسعدتنا باتصالك. حضرتك حابب تشارك في حاجه معانا؟ اشكرك جدا يا فندم على اتصالك. هو كمان يعني اسم شم النسيم ده كان زمان عند المصريين اسم شوم انسم، وبعد كده بقي شمو وبعد كده احنا العرب اللي اضفنا له النسيم لارتباطه زي ما بنقول كده بالربيع، بالجو النسيم الجميل الطيب والجو جو الازهار بقى والحاجات الجميله بتاعتنا دي والمنتزهات والحدائق. لون الورد. اه طبعا احنا كفايه احنا منورين. طيب احنا خلصنا من شم النسيم، برضو احنا عندنا شهر جميل جدا وهو شهر شعبان. الشهر ده قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ان الناس بتغفل فيه عن العبادات، لانه شهر بياتي ما بين رجب ورمضان، فبالتالي احنا بنبقى في شعبان بنستعد لاستقبال رمضان. وفي الغالب استقبال المصريين لرمضان بيبقى عن طريق الاكل
عن طريق تخزين المواد والسلع الغذائية، زينة رمضان اللي احنا فيها دي طبعا، والحاجات دي. فطبعا اللي هيتكلمنا عن شهر شعبان والاستعداد بتاعت رمضان كانت أستاذة منال. قولي لي أستاذة منال، الحاجات دي انت عملتها امتى؟ احنا المنتجات دي احنا عملناها، دي منتجات الخيامية عملناها المشغل بتاع جمعية السيدات الأرامل، بنجيبهم ندربهم وطلعوا شغل الخيامية. من الاستعداد أيضا اللي احنا بنعملها طبعا ان احنا بنعمل كراتين رمضان، الإفطار، وعاملين مبادرة اسمها إفطارك لحد باب دارك، لأن دلوقتي مفيش مائدة رحمن، فاحنا قلنا يعني هنوصل الوجبة الوجبات نفسها للأسرة في بيتها برضو، عشان عشان الفيروس برضو ما نعملش تجمعات وموائد والأسرة. ما انا هتكلم برضو عن الحاجات دي، بس احنا دايما بس كمان هتكلم عن ازاي انا بستقبل رمضان، وان احنا في شعبان برضو بننسى دايما العبادات والطاعات مش بنقدها على اكمل وجه. انا معايا ابو صلاح، اتفضل يا ابو صلاح. طب الخط فصل، يا ريت حضرتك تحاول تصل بينا مره ثانيه. شهر شعبان هو الشهر اللي هو المفروض ان احنا نكسر فيه من الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال برضو ان ربنا بيحب دايما الاعمال ترفع، ويعني ترفع فيه في شهر شعبان. فبيقول ايه بقى الرسول؟ ان يعني الاعمال بترفع في شهر شعبان، وانا احب ان يرفع عملي وانا صائم، فكان دايما بيكسر من الصيام. هو الشهر ده كمان بتتضاعف فيه الاجر والثواب، يعني الحاجات كلها بتتضاعف. فيعني ربنا يجعلنا من المدركين لهذا الشهر، فما نغفلش فيه، ان كان صله رحم، دعاء، ايه تاني يعني الصدقات زي ما قلنا، المعتمرين او اللي بيحجوا ربنا ما كتب لهمش ان هم يحجوا او يعتمروا، بالفلوس دي ممكن يعملوا بقى حاجات تانية يتصدقوا بيها، وخاصه ان احنا في ازمه، فاشد ما نكون لاحتياج اقل القليل من الصدقه. لما اجي برضو اتكلم عن بقى استقبال رمضان، استقبال رمضان كلنا بنحاول نحب نستقبله، اما بالفوانيس، بالزينه اللي بنعلقها على البلكونه. بتستقبلي ازاي يا استاذه ميرفت؟ برضو نفس، ما تقوليش ان هناك برضو ما بيستقبلوش. لا 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 لا، بنجيب برضو الفوانيس وبنجيب المفارش وبنحاول نزين البيت بالنور، حاجات رمضان طبعا، اليميش والقمر الدين والعصاير كل دي بنجيبها طبعا، والتمر اللي هو البلح دوت لازم نجيبه طبعا قبل رمضان عشان بنفطر عليه. تمام. الزينه بتعملها، بتعلق الزينه في البيت ولا لا؟ لا، احنا بنحط مفارش على الكنبه، على الطاولات، فوانيس في الكورنرات كده، بس دي حاجات بسيطه يعني مش قوي. في البلكونه طبعا بيتحط فانوس كبير، بنعلق اللي هي الحبال النور ديت، بتدي بهجه يعني في البيت. تمام. هو انا بحب جدا الحاجات دي، والشهر الجميل ده كله يعني كله روحانيات كده. ويعني واقولي وجو عطر وطيب، فاحنا بنستمتع جدا. يعني انا ببقى عارفين البهجه، البهجه مطلوبه دلوقتي. احنا في ظل بجد حاجات يعني ازمه، احنا في حزن شويه في الشارع. يمكن انا السنه دي الناس مش شايفاها معلقه زينه زي كل سنه فاتت، صح ولا مش صح؟ لا صح، ده حقيقي. الناس عندها يعني في اكتئاب شويه، شبه اكتئاب لظروف البلد ولظروف الفيروس اللي موجود. ومع والحظر. ذلك استاذه منال، لا احنا متفائلين، ما متفائلين، حاولنا نخرج الناس يعني من اللي هم فيه، وبداوا يعني لا بداوا عندنا في الشارع وفي المنطقه ان هم يركبوا زينه. يعني لازم نخرج من الكتاب اللي احنا فيه، واحنا بدانا وخرجنا الناس وخرجنا حبايبنا. قولي لي الحاجات دي شغل ايه؟ شغل انت قلت له شغل مسؤول لجنه المراه تقريبا؟ الاستاذه ميرفت مع السيدات بتوع الجمعيه، والاستاذ رامي، الاستاذ رامي بيعمل التصميمات، والاستاذه ميرفت بتجيب السيدات اللي بتدربوا، وبيبتدوا بقى يعملوا التصميمات، وهم اللي بيقفلوا على المكان والحاجات دي. بس الشغل جميل قوي يعني، كل السيدات الهاند ميد والمشروعات الصغيره والمنتجات بتوع، ويمكن ندوه من هنا ان احنا ندعم الحاجات دي على طبعًا. فكره خاصه ان هم انتوا دايما بتتعاملوا مع الارامل والايتام والمطلقات طبعًا. وبتدعموهم بان هم يشتغلوا الحاجات اللي هي اليدويه دي، وانتوا بتسوقوا لهم. ما احنا عايز، احنا يعني احنا بنساعدهم مساعدات وكده، بس احنا مش عايزين الاعتماد على المساعدات. احنا اللي بتعرف حرفه معينه او بتعرف عمل معين احنا بندعمها فيه وندربها عليه، اللي ما بيعرفش احنا بنعلمه، وبعد كده بنعملها مشروع صغير. يعني كمان انتوا بتدربوا اللي مش عارف، اللي مش عارف بندربه. كورسات، كورسات للتدريب السيدات والشباب كمان، علشان يبقى في يعني كل بيت ينتج. احنا عايزين مصر تبقى زي الصين،
بنحاول ان كل بيت في مصر ينتج في المنتجات اليدويه مش في اي حاجه تانية. لا منتجات يدويه في المنتجات مش في اي حاجه تانية. مش في المشروعات الصغيره. ايوه المشروعات الصغيره. انا معايا مي زميلتي مي عبد السلام. مساء الفل والورد والياسمين عليكم. ازيك يا مي عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ صدقني احنا مفتقدينك النهارده مش لاقيين حد بجد نغلس عليه يعني. انا مش فاهمه حاطين عليكوا اصلا احنا مش لاقيين حد يغلس علينا. وحشتينا يا استاذه منيه. بس وحشانا ومنورني يا استاذه منيه. الاخبار ايه؟ الحمد لله كل سنه وانت طيبه حبيبتي. عامله ايه النهارده بشم النسيم؟ بالصحه والسلامه. عاملين ايه النهارده بقى؟ اكلتوا فسيخ ورنجه والكلام ده؟ لا لسه انا اكلت، بس انا هوعدك هروح هاكل يعني، عشان احنا كنا صايمين النهارده فاكيد هروح ناكل. بصي لا بص انا عايزه اقول لكم حاجه، ان انتم يعني بلاش فسيخ يا ريت، يعني في تونه، في حاجات بديله شويه، رنجه حلوه يعني بلاش. احنا مش بنعمل رجيم على فكره. احنا مش بنعمل رجيم. لا احنا كلنا، انا عن نفسي كلت يعني خلاص سبعت يعني. طب استاذه منى كلت انا النهارده يوم كده هو فري. قولي لي بس انت عملتي ايه في المنصوره؟ انت روحتي علشان تعيدي بشم نسيم، عملتي ايه هناك؟ على طول كده مطلعه اسرارنا بره كده انت، صح؟ كده مصر كلها عرفت ان انت بتشمي النسيم هناك. مع العيله وكده وقرايبنا، ف يعني بصراحة الجو العائلي ده لازم من كل وقت. أهم حاجة لونت البيت، نقرب لبعضنا ويبقى فيه صلة رحم وترابط أسري، بجد دي أهم حاجة بتدي شعور إيجابي كده للإنسان، وإن أنت تصلي رحمك دي حاجة حلوة قوي. ده أكيد يعني طبعا جميلة إن أنت دفء العيلة، مامتك باباكي أختك أيا كان، ربنا يخليهم لك يا مي. وبجد اسعدتني على اتصالك واحنا مفتقدينك النهارده، وان شاء الله ترجع لنا بالف سلامه. وشم نسيم سعيد عليك ان شاء الله، واعيادنا كلها سعيده. اشكرك يا مي حبيبتي على اتصالك. تبقوا منورين كده، واستنوني الحلقه الجايه معاكم بقى ان شاء الله. ماشي هنحاول نستنى، انتظرك وامرنا لله. ماشي ان شاء الله هنفطر سوا، هنفطر سوا هنا بس تبقي تجيبي الفطار، مش هندخلك الاستوديو غير وانت جايه بالفطار. اكيد ده شرطين كده. ونفطر مع بعض ان شاء الله. استنونا الحلقه الجايه وهيبقى في مفاجات جميله جدا ان شاء الله. يبقى جايبه لنا الفسيخ الحلقه اللي جايه، ربنا يستر. كل الحلقه اللي جايه هتبقى امتى؟ اشكرك على اتصالك يا مي حبيبتي، وان شاء الله ترجع لنا بألف سلامة. ما عادي احنا المصريين ما فيش حاجه عندنا ما تنفعش، ما فيش حاجه مستحيله. كل حاجه احنا كل حاجه بنعملها، صح ولا ايه؟ صح. انا عندي كل حاجه سهله وما فيش ممنوع. احنا يعني كنا بنتكلم صح. قولوا لي يعني بتلونوا البيض ولا مش بتلونوا البيض؟ انت ما لونتيش قبل كده. لا انا بلونه. لا بلونه وبعمله أراجوز وبعمله شعر. لونت البيض قبل كده؟ لونت البيض وبعمله أراجوز يعني. انا ممكن البيض بعملها أراجوز وشعر وعين والحاجات دي. لا استاذه منى فاضيه بس. لا احنا طلعنا لقينا اهالينا بيعملوا كده واحنا صغيرين. فعلا مامتي كانت تلوني البيض كتير. لازم ما عارفه انا بعمله لاولادي بس بلونه. احنا دايما وبعدين هو يوم يعني زمان كنا بنحطه في الكركديه ونحطه أيوة في الشاي والحاجات الصحيه. نجيب قشر البصل وبيدينا لون اصفر او ده بيبقى جميل جدا. الكركديه بيدي اللون البنفسجي حلو جدا. البقدونس والكزبره والحاجات دي بتدي اللون الاخضر برضو. الالوانات بتطلع رائعه رائعه على فكره. برضو التلوين كان موجود عند قدماء المصريين. احنا بنعمل عروسه. احنا معانا فاصل هنرجع. هنطلع لفاصل ونرجع لكم، انتظرونا. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل ومكملين حلقتنا عن استقبال الاعياد واستقبال شهر رمضان وبرنامج ستات.com. مكملين معاكم طبعا، معايا استاذه ميرفت مسؤول لجنه المراه بجمعيه مستقبلنا حلمنا، ومعايا استاذه منال رئيس مجلس اداره الجمعيه. منورينا النهارده. وكنا بنتكلم في وقت الفاصل عن ان في عادات انتم مفتقدينها بره في الخارج، مش موجوده في الخارج ولكن موجوده بمصر. كنت بتقولي لي لا الجو هنا احلى بكتير من بره. طبعا، لان زي ما قلت لك اولا الزينه والحاجات دي مش موجوده. ثانيا احنا هنا ممكن نلاقي موائد رحمن، هناك مفيش.
يعني حتى الدول العربية ما فيهاش موائد رحمن، دي مصر بس الوحيدة اللي تمتاز بده. وجود موائد رحمن ده دي في حد ذاته حاجة يعني عظيمة جدا جدا، لأن أي حد محتاج بيلاقي مكان ياكل فيه. في عندك الدول المصريين العالقين بالدول الأجنبية والأوروبية حاليا مع ظروف الفيروس والحظر وإغلاق كافة المنشآت، ما فيش شغل، أيوة بدأت فلوسهم تخلص لدرجة إن في ناس دلوقتي مش لاقية إنها تاكل، أو ممكن مهددة كمان إنها تبات في الشارع. عشان كده الرئيس ربنا يكرمه يا رب عمل القرار، اخذ قرار لسيادة الرئيس، وبنوجه طبعا شكر لكل العاملين على المؤسسات الحكوميه ان هم رجعوا لنا ابنائنا طبعا من الخارج. خد قرار طبعاً فوري بان الدوله تتحرك وتجيب كل المصريين العالقين في جميع الدول العربيه والعالميه، فاحنا بنشكره على ده. وانا كأم وابني في الخارج في كندا بشكره لده، ان ما بيسيبوش ولادنا بره يتمرمطوا، فربنا يكرمك وينصرك يا رب. اللهم امين. انا معايا اتصال من الاستاذ خالد، اتفضل يا استاذ خالد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب وبخير يا فندم. الله يخليك يا فندم. انا عايز بس اشكر يعني اول حاجه الاستاذه منال طبعا على مدينه 6 اكتوبر عندنا هنا. اكيد والله يعني الدكتوره منال مثال للمراه الناجحه اللي بتحب شغلها وبتستخسرش من صحتها ومن وقتها في سبيل الخير وسبيل العمل اللي بيضر على الدوله المصريه بالخير يعني. اكيد، واحنا كمان معاك بنوجه لها الشكر، لان هي فعلا يعني بتبذل وقت كتير ومجهود كتير وعندها اطفال صغيرين جدا وبتسيبهم وبتنزل تروح الاماكن الفقيره ويعني وتقوم بمبادرات يعني طرح الابواب اللي بتروح تعملها على طول للناس المحتاجين وتوزيع الكراتين والخير وحفلات بتاعه الايتام اللي بتعملها عندنا في 6 اكتوبر ما شاء الله. لها نشاط كبير يعني فعلا. بارك فيكم في الشباب اللي بيدعمونا يعني، والاستاذه هنا وحضرتك. الله يخليك يا استاذه منال، الله يكرمك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك. طيب عايز اوجه رساله للسيد رئيس الجمهوريه بصراحه على المجهود الكبير قوي اللي مبذول في الايام ديت في مصر عشان مواجهه الفيروس كورونا، والدعم الكبير قوي اللي بيقدمه لمصر واللي احنا شايفينه يعني الجهد المبذول ده. واحنا معاك كمان ووجهنا لهم تحيه وكل مره برضو لازم نوجه لهم تحيه والف الف شكر ليهم. تحيه لحضرتك بقى وللبرنامج. ربنا يخليك. ربنا يخليك، كنت هزعل منك لو ما عملتش كده. ربنا يخليك، الف شكر لحضرتك يا استاذ خالد، نورتنا يا فندم. طبعا الف شكر لكل حد في الدوله يهمه مصلحه ابناء الوطن دوت، يعني الناس اللي كانت الوزارات او كان المسؤول اللي جاب ابنائنا من بره، فله الف شكر والف تحيه طبعا. يمكن انا استغربت جدا من اللي حضرتك بتقوليه ان لا ده بره الناس في ازمه ويمكن ازمه اكتر مننا، يمكن هنا احنا الى حد ما في تكافل يعني، بنحاول نحتوي الوضع هنا في حضن بعض، انما اللي عايش بالخارج مش لاقي حضن ياخده. عشان كده الدولة بتحتضنهم وبترجعهم وبتعمل وبتبذل كل ما في وسعها انها تجيب كل العالقين بالخارج، ويا رب ده يستمر لحد ما كل واحد بره يرجع بلده بالسلامة ويقضي معانا رمضان يا رب ان شاء الله. استاذه منال برضو لازم نرجع بقى ندخل البهجة شوية بقى، وكفانا كورونا، زهقنا صراحة، احنا زهقنا منه. فلازم نتكلم برضو استقبال رمضان، في عدة استقبالات واستعدادات لرمضان، انتوا ناويين تعملوا ايه في الجمعية لاستقبال رمضان؟ يعني انا عن نفسي والاستعدادات اللي انا بعملها يعني كنت مش بتكلمين على المبادرة؟ احنا وقتنا كله بنقضيه في شهر رمضان في الجمعيه ليل ونهار. احنا المره دي عشان طبعا ما عندناش موائد رحمن، فالاستاذه مرفت هن الابواب وده بنوصل فيه عشان طبعا التجمعات والموائد الرحمن هتبقى في حظر، فبنعمل بنوصل الوجبات لحد البيوت للمحتاجين، ودي مبادره ممتازه من طبعا دي بديل موائد الرحمن طبعا اسمها
افطارك لحد باب دارك. افطارك يعني احنا كنا متعودين بنعمل مواعيد رحمن. تخيلوا انا يمكن قلت لكم انا كان نفسي اروح افطر على مائده رحمن، انا عمري ما رحت مائده رحمن فطرت عليها، ويوم ما قرر ويوم ما تتوفر هذه المائده ان احنا نروح نفطر عليها سبحان الله ما يبقاش لنا نصيب. ان شاء الله حلمك هيتحقق، لان احنا كل اسبوع هنختار اسره وهنروح نفطر معاها في بيتها. طب خلاص هناخد فطارنا هناخد فطارنا ونروح نختار اسره كل اسبوع ونفطر معاها، فكده حلمك اتحقق. فخلاص انا هترشي على مائده وعد الحر دين علي. انت عارفه انا ما برجعش حضرتك الكلام. ان انت تيجي لاني بس هتجيب الاكل معاكي خلي بالك. لا ما احنا واخدين اكلنا معانا كده كده رايح لهم. وبرده انا بشكر طبعا المجتمع المدني في اكتوبر، المجلس العربي لسيادة الاعمال، مؤسسه انسان، فريق سمايل ميكر، المجتمع المدني ان شاء الله في اكتوبر مع جمعيه مستقبلنا حلمنا هنعمل ان شاء الله ايام مختلفه كده، كل يوم مجموعه تطلع تودي الافطار للمستحقين. يمكن برضو من الحاجات اللي انا شايفاها كويسه، كورونا ده على الرغم من هو مرض خطير وعلى الرغم من كل حاجه لها سلبياتها ولها ايجابياتها، ايجابياتها زي ما قلنا لا الشوارع نظيفه، في تقليل قوي من التلوث في الشارع. يمكن كمان الالفاظ اللي وانا ماشيه وانا مروحه دي كنت بس مش موجوده الحمد لله. لا ده انا عايزه اقول لك اغلب السواقين دلوقتي مش بيتعصبوا، يعني الناس بتبقى كويسه ومتعاونه دلوقتي، مش لاقيين زباين عشان العدد قليل. العدد قليل مش عارفه. لا هم دلوقتي بيدلعوا الراكب هم بيدلعونا دلوقتي. انا معايا اتصال من السيد، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين والامه الاسلاميه كلها بخير وبصحه ان شاء الله، ونمر الفتره الصعبه اللي احنا بنعيشها دلوقتي ان شاء الله على خير ونعدي للي احسن من كده بكتير ان شاء الله باذن الله. اللهم امين. تاني حاجه يعني انا نداء للقناه عندكم ان يبقى في مساحات اكبر النسائيه الهادفه اللي بتجيب ناس محترمه زي اللي مع حضرتك دلوقتي. ربنا يبارك في حضرتك. واللي بتبين مدى ان الست فعلا هي مش هقول نص المجتمع، هي كل المجتمع. ان هي اللي بتنشئ النشئ ازاي يطلع ان هو يبقى شخص هادف، ازاي يبقى شخص منتج لبلده، ازاي شخص يحافظ على بلده، ازاي يعمل اعمال خير. دي طبعا كلها حاجات جميله جدا، نتمنى ان يبقى في مساحات اكبر من كده. والنداء الثاني نداء للسيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي، نتمنى يعني في رمضان ان يبقى في اماكن مخصصه للصلاه تتفتح، يا ريت يعني لو ويبقى عليها مثلا لو في امن مثلا ينظم الناس، يبقى في يعني باسلوب ما اكيد الدوله تقدر تنظم حاجه زي دي، ولو مكان في كل قريه او في كل بلد، وفي اهل الخير ممكن يساعدوا في كده ان هم يقدروا يفتحوا يعني ينظموا الموضوع ده. وكل سنه وانتم طيبين ومتشكر جدا ان انا دخلت معاكم. وعيد سعيد على حضرتك واسعدتنا باتصالك، الف شكر لحضرتك. انا معايا اتصال تاني. مي اتفضلي. مي السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا مي؟ اتفضل. سمية معاكي. مريم. مريم ماشي، معذره يا مريم. اتفضلي حبيبتي احنا معاكي سامعيني. اتفضلي يا مريم. اسمعينا من التليفون يا مريم وبعيد عن التلفزيون. حضرتك سمية معاكي. سمية اهلا وسهلا بيك يا سمية. اتفضلي. اتفضلي يا سمية. طيب اشكرك يا سمية على اتصالك. اشكرك على اتصالك. يمكن انتوا اتكلمتوا عن حاجات جميلة جدا المفروض ان احنا نعملها في رمضان. المبادره اللي انت بتعمليها دي جميله جدا. المحتاج او المعتمر يمكن كمان من الحاجات، انا كنت قطعت كلامي بسبب الاتصال، ان انا هنا في مصر بالذات اللي بيروح يحج مره مش بيكتفي، لا ده كل سنه لازم يطلع يحج. احنا الاغنياء، وعلى فكره ممكن يكون في فرائض كتير جدا مش عاملها، ما بيعملهاش ما بيقدرش ما بيعملهاش. ده حقيقي. ولا التكافل والصدقه والزكاه والحاجات كتير جدا، ويمكن صله الرحم كمان ما بيتعملش. احنا اكيد كل عيله اكيد فيها حد بيبقى محتاج، مش لازم يقول ان هو محتاج، لكن احنا في ظل ظروف بتبقى سيئه وخاصه في الظروف الاقتصاديه، فلازم نروح نخبط على كل باب نعرفه او ما نعرفوش، نشوفه هو محتاج ايه ونحاول على قدر الامكان نساعد. احنا انا نفسي كنت كل مره يمكن في برنامج هذا دينونه اقول يا جماعه
ما ربنا برضو بيبقى عند الفقراء والغلابة، فاللي بيطوف عند الكعبة على فكرة ممكن ربنا ما يتقبلش الحج أو العمرة بتاعته، لكن لما تطوف حوالين الفقراء والمساكين صدق. تأكد أن ربنا هيتقبل، لأن الله في عون العبد ما كان، ما دام العبد في عون أخيه. ومن فرج عن مسلم قربة من قربات الدنيا فرج الله عنه قربة من قربات يوم القيامة. فالفكرة أن مش لازم يبقى معايا فلوس فأروح كل شوية أتفشخر أروح أطلع حج، ما انا ممكن اعمل بيها حاجات تانية، او اطلع اعمل عمره عشان يتقال لي فقط يا حجه او يا حج. والله العظيم انا بشوف ناس كتير فعلا بتروح الحج عشان يعني هذا الغرض بس فقط، عشان يقولوا فلان مش الغرض بالظبط، مش الغرض التقرب الى الله ولا الغرض اي، واحيانا بياخدوها فسحه، بيبقى عاجبهم المكان هناك والفسح اللي بيعملوها، يكون بفلوسها يكون سبب في ان يفتح بيت لبنت تتزوج بالظبط كده. شوف شاب مش قادر يتزوج وساعة ينقاص حياة مريض، يعني في طرق كتير، سرير في العناية المركزة، أجيب أي حاجة، أتبرع بأي حاجة، يساعد الدولة. يعني الدولة عاملة ملحمة بصراحة في أزمة كورونا، وأنا أتمنى من الدولة إن هي تعمل كده، إن اللي يحج مرة خلاص كفاية، هو الفرض مرة واحدة يا جماعة. انا هو عايز يحج تاني لاخد الفلوس اللي يحج بيها واشوف الدوله محتاجه ايه، والمحتمل ان الدوله محتاجه كفايه مره واثنين وثلاثه في لازم سبع مرات اعمل عمره والكلام ده. فانا اتمنى الحاجات دي نعرف ندعمها. انا كان معايا اتصال بس انا مش فاكره مين اللي كان معايا اتصال. لسه موجود. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مساء الخير على الاساتذه كلكم. مساء الخير عليك يا فندم، منورنا. كل عام وحضرتك بخير. استاذ احمد ياسر، ربنا يخليك وحضرتك بخير. ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ احمد. طبعا بحب امسي على الاستاذه منال سعيد ودعمها لمشروع وحمله اتنين كفايه لتنظيم الاسره، ومجهوداتها طبعا في تكافل المجتمع ومساعده محدود الدخل. تمام ما شاء الله. وطبعا مجهودها الكبير في التوعيه وحملات الوقايه من انتشار فيروس كورونا، يعني بنشكرها جدا جدا على مجهودها لا يقدر بثمن. واحنا كمان بنشكرها معاك يا استاذ احمد. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ احمد. وحضرتك طيب وبجد اسعدتنا. وشكرا على المجهود اللي انتم بتعملوه والله في التوعيه عن كورونا. يعني انتم عمل مبادره جديده التوعيه عن طريق التليفون. يعني قال لك لا عشان العدوى وانتقال العدوى والحاجات دي. عمل فريق متطوع من المثقفات وبداوا يتصلوا بالتليفونات التوعيه عن اتنين كفايه. ماشي يا استاذه منال، عامله مبادره او حمله تبع الوزاره، وزاره الصحه وزارة تقريبا مع وزاره التضامن. اتنين كفايه. لا الغريبه في الموضوع قولي حضرتك عن التجربه ان هي اتنين كفايه. انت بتوعي يعني المفروض ان كل اسره يبقى ولد وبنت ايا كان النوع ايه، ولدين بنتين، المهم اتنين كفايه، كفايه على كده. فتقريبا استاذه منال كل الناس اللي بتتكلموا ما عندهمش يعني اقل حد مخلف اربعه، اقل حد مخلف اربعه سبعه سته اقل حد. ده في حد مخلف ثمانيه ما شاء الله. لا انا كنت مره حاضره حاجه زي كده معاها، حضرت ندوه معانا وبعدين والشيخ بيتكلم معاهم، فالسنت في سيده قالت هي عندها اربعه وهتجيب الخامس، يعني عارفه مش مقتنعه طبعا مقتنعه من مبادره الله بجد انا بستغرب على الناس. فهم عملوا مبادره جميله ان هم يتصلوا علشان مكافحة تعدد في عشان ممنوع كورونا. التجمعات ممنوع الحاجة. التجمعات وما فيش ندوات ولا زيارات منزلية. عملوا حاجة جميلة اللي هي الاتصال بالسيدات وبالأسر والتوعية عن فيروس كورونا. تمام. أنا معايا اتصال أستاذة نجلاء أو نوجة. اتفضلي يا أستاذة نجلاء. أنا بدل حيقول لها السلام عليكم. نجلاء نجلاء محمد إبراهيم مع حضرتك. أي نوجة حبيبتي، ازيك عاملة ايه؟ ازيك يا دكتوره هنا، عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، منورانا بجد باتصالك. انتوا هو موضوع الحلقه النهارده بتتكلموا عن شم النسيم ولا عن بنتكلم عن اعياد الربيع عموما، شم النسيم وبنتكلم عن شهر شعبان واستقبال رمضان. اختار اللي انت عايزاه. كل سنه وانتوا طيبين والامه الاسلاميه والاخوه المسيحيين كمان وهم طيبين. عيدنا عليهم طبعا. يعني احنا بنوصي الناس يعني ما تاكلش يعني فسيخ والحاجات دي كتير. بص براحتك، ما حدش يسمع كلامك. خلاص احنا كنا على فكره بس احنا كنا يا استاذه نجلاء خلاص. ايوه كنت يعني خلاص يعني يا استاذه نجلاء حضرتك امبارح ما كنتيش بتاكلي حاجه كده ولا كده؟ يعني كترت الصراحه في الليمون والخل والحاجات اللي هي
برضو يعني كلتي الحمد لله. بس يعني الواحد برضو ايه مش زي الحاجات العائلية ما كنا بنتجمع كلنا لا دلوقتي كل واحد ايه يعني برضو ملتزمين كل واحد في المكان بتاعه وبراحته وقت. هو احسن حاجه برضو ان احنا يعني الازمه اللي احنا فيها قربتنا شويه من الاسره، خلت فيه تقارب كده وفي دفء في التجمع جوه البيت، وحتى الاعياد احنا بنستقبلها والزوجة والاولاد وكده بصراحه. انما حتى انا حد كان بيكلمني النهارده بيقول في رمضان ونتعزم، يا جماعه الله يخليكم هنتعزم برضو يا استاذه منال. قالت انا عايزاكم في رمضان ان شاء الله، يعني هتيجوا معانا ان شاء الله. اروح لكل اسره الاسره في الاسبوع كده هنختارها ونفطر معاها. هي مش عايزه تعزمنا استاذه نجليه شكلها كده. لا لا لا, لا, لا يا جماعه خلاص ماشي. طب انا مفيش مشكله البس الماسك ولا الكمامه والجراف الواجب. هنجيب لك الماسك والكمامه من عندنا. هنجيبها كده تمام. انا موافقه استاذه منال. هناكل ازاي بالكمامه؟ كل سنه طيبه يا استاذه نجليه. وانت طيبه حبيبتي، عامله ايه وصحتك عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الكل بخير الحمد لله. انا معايا كمان استاذه ميرفت ادري على فكره، مسؤول لجنه المراه بجمعيه مستقبلنا حلمنا. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا انت اسعدتينا باتصالك واشكرك جدا على اتصالك يا استاذه نجلاء. انا معايا كمان اتصال من الشيخ يوسف. اتفضل يا شيخ يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ يوسف؟ ازي حضرتك يا دكتور عامل ايه؟ ربنا يبارك في حضرتك، انت منورنا النهارده. واحنا بنتكلم عن شهر شعبان وفضائل شهر شعبان، وبتكلم عن استقبال شهر رمضان، وان احنا في ظل ازمه في حاجات كنا كل سنه بنعملها في رمضان احنا السنه دي مش هنقدر نعملها، زي الصلاه في المساجد مثلا. لا. زي موائد الرحمن. في حاجات كتيره يعني كانت بتبقى موجوده في الايام العاديه، ففي الازمه كورونا مش هنقدر نعملها، فحضرتك تنصحنا ان احنا نعمل ايه بديل عنها؟ اولا بدايه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا هذه الايام بالخير واليمن والبركات ان شاء الله، وان يرفع عنا وعن الامه جميعا البلاء ان شاء الله رب العالمين. الأول طبعا بالنسبة لاستعدادنا لشهر رمضان الكريم المبارك، الإنسان بيستعد يعني روحيا وجسديا وماليا وما شابه ذلك في استقبال الله سبحانه وتعالى، لكن بيستقبل بالروح والإيمان أكثر منه ماديا. وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في استقبالنا ذلك الشهر الكريم في توديعنا لشهر شعبان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ما تبقى منه وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان إن شاء الله تعالى. فحتى النبي صلى الله عليه وسلم في أصل التهنئة بذلك الأمر كان يوم من الأيام قال للصحابة ماذا يستقبلكم وتستقبلون، حتى كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه يا رسول الله أوحي نزل؟ قال لا. قال أعدو حضر؟ يعني نستعد لأمة الحرب وما شبه ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه فماذا يا رسول الله؟ قال إن الله يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل القبلة جميعا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. كما قال ابن رجب رحمه الله قال وهذا الحديث أصل في تهنئة المسلمين أو تهنئة الناس بعضهم ببعض. الإنسان بيستعد في ذلك الشهر الكريم بالخير ومد يد العون كذلك للمسلمين والضعفاء والفقراء، وأن يتصدق على قدر استطاعته. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة صدقة في رمضان. أفضل الصدقة صدقة في رمضان. وكان الإمام الشافعي رحمه الله قال أحب للمسلم الصائم أن يبذل المال الكثير في ذلك الشهر الكريم لتشاغل الناس عن عملهم ونشاطهم للطاعة والعبادة لله عز وجل. فالإنسان يعني يمد يد العون كما قلنا في ظل هذه الأمور الموجودة، أو الحظر مثلا أنه أثر على بعض الفئات من الناس طبعا، فهو يتلمس هؤلاء مثلا بالمال والمؤونة والطعام أو الشراب أو ما شابه ذلك على قدر استطاعته، فهذا خير عند الله عز وجل. ليس المقصد الانسان انه هيصلي حتى لو ما صلاش في المسجد مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في المسجد الا ثلاث مرات. صحيح.
ثلاثة مرات؟ لا دي معلومة جديدة يا شيخ يوسف، النبي لم يصلي في المسجد إلا ثلاثة مرات، ده التراويح صح؟ صلاة التراويح طبعا. لم يصليها إلا ثلاث مرات. ما صلاش إلا في المسجد ثلاثة مرات، وخشي بعد ذلك لما اكتفى للناس. نعم. تمام. لما الناس يعني تكاثروا في المسجد ازداد الناس وأصبح الناس يتحدثون صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم الثالث وقيل في اليوم الرابع لما امتلأ المسجد عن آخره ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج صلى الله عليه وسلم، فلما سئل عن ذلك قال خشيت أن تفرض عليكم، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. في بيته. وصلها حتى يدلل على ذلك الأمر أكثر الصحابة، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه هو من جمع الناس جميعا على إمام واحد، حتى كان يصلون في المسجد متفرقين. يعني يصلي الرجل بصلاة الرجل باثنان وثلاثة وربما أقل وربما أكثر وربما منفردا، فجمعهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على أبي بن كعب يقرأ بهم. فهذا دليل حتى خرج عليهم في يوم من الأيام وكأن سيدنا عمر لم يكن معهم، كان يقضي في أمور المسلمين، ثم دخل عليهم المسجد فوجدهم مجتمعون يصلون فقال نعم البدعة هي. إذن دلال أنه حتى ما كانش معهم. فالأمر حتى وإن كان الشيء الجمالي في صلاة التراويح وما شابه ذلك، لكن قضى الله ممكن نصلها في البيت، ممكن نستبدلها في البيت. تمام. نعم. اشكرك جدا يا شيخ يوسف على اتصالك بجد، اسعدتنا باتصالك ووضحتلنا بعض الامور، وخاصه الصلاه في صلاه التراويح ممكن نصليها في المسجد ولان الرسول كان بيعملها كده اصلا. فشكرا جزيلا لحضرتك يا شيخ يوسف ونورتنا يا فندم. دي معلومه جميله جدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاش التراويح غير ثلاث ايام بس في المسجد. وزي ما بيقول الشيخ يوسف لا ده كانت الصلاه كمان مش جماعيه، ده كانت الصلاه متفرقه، يعني اثنين ثلاثه اربعه بيصلوا مع بعض. فدي حاجه كويسه وجميله جدا، يعني هو مش بالضروره ان انا افتح المساجد، ما فاحنا ممكن نعمل كل حاجه كنا بنعملها في رمضان بس مع اهالينا ووسط اهلنا ووسط ابنائنا وزوجاتنا، ممكن تجمع الابن وتجمع الزوجة وتصلي بيهم. حتى انت بتبقى بتروح المسجد وتسيب زوجتك تصلي لوحديها، مش ممكن ما تكونش بتصلي غير قيام الليل، حاجات كتيرة بتنشغل بيها. فان احنا نتجمع مع بعضنا في البيت على الطاعة والعبادة حاجة مهمة جدا. اهم حاجة طبعا كان لازم نعملها عند استقبال شهر رمضان الدعاء، دعاء اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا يعود علينا الأيام كلها بخير وسعادة ويرفع عنا الغمة والبلاء إن شاء الله. للأسف أنا حلقتي انتهت، فلازم أنا هقول حاجة بسيطة. احنا نشكر بس فريق وطن واحد فضل. الشباب الجميل بقيادة المستشار صبر حسين وليد القاضي حازم عجرس محمود التبعي أحمد النجار، الشباب الجميلة دول اللي عاملين ملحمة في العمل التطوعي في أكتوبر. انا بشكركم جدا. استاذه كانت معايا منورانا النهارده استاذه منال السعيد رئيس مجلس اداره جامعه مستقبلنا حلمنا، نورتيني بجد واسعدتيني، وشكرا جدا على الدكور الجميل دوا، وحلو قوي الفانوس ده وده شغلكم حلو صغننه جميله والبسكوتات اللي يعني احنا ما استعملناهاش على فكره نظيفه جدا، احنا نقسمهم علينا واحنا ماشيين هناخد حاجات. وبشكر طبعا استاذه ميرفت ادري مسؤول لجنه المراه والاسر المنتجه بجمعيه مستقبلنا حلمنا، برده نورتيني النهارده وبجد كنت سعيده جدا بوجود حضرتك معايا. واشكركم مشاهدينا، كل سنة وحضراتكم طيبين، وانتظروني في حلقات قادمة إن شاء الله. وستات.com